بعجز مالي يقدر ب 35 تريليون دينار أو يزيد. تعلن الحكومة عدم قدرتها على تأمين موازنة عام 2021 بعيدا عن الاقتراض، فهي ملزمة بإدارة الوضع المالي وتحقيق الإصلاح وتحسين أداء المؤسسات المالية. طبعا احنا بعد اجتماعات مستمرة تتحدث المالية النيابية عن احتمال تخفيض مخصصات الموظفين وتفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة لسد العجز في الإيرادات أمام موارد لا تساوي النفقات، كما تؤكد اللجنة خلو موازنة العام الجديد المختصرة والتقشفيات من التعيينات والمشاريع. بدورهم يحمل نواب الحكومة مسؤولية الأزمة المالية، مؤكدين غياب أي تخطيط لتجاوز الأزمة واقتصار الحلول المطروحة على الاقتراض فقط، مع الفشل في تعظيم الإيرادات غير النفطية. ويشير النواب إلى أن الحكومة بدأت بشكل استباقي في إشاعة الذعر والخوف بين المواطنين، بما يتمثل في احتمال عدم صرف رواتب الشهر الأول من العام المقبل من دون اقتراض داخلي أو خارجي. يدافع مؤيدو الحكومة بأن تعظيم الموارد مشروع طويل الأمد وربما يحتاج إلى أعوام لإنجازه، ويجادلون بأن خزينة الدولة استلمت فارغة في زمن تجتاح فيه الأزمات الاقتصادية دول العالم بسبب وباء كورونا، كما يؤكدون أن من بين الحلول المطروحة تقليل النفقات التشغيلية والحفاظ على موارد أخرى مثل المنافذ الحدودية التي لا تستحصل الحكومة منها سوى 10%، فيما يقدر حجم الفساد في المعابر الحدودية بتسعة مليارات دولار أو تزيد سنوياً. أطروحات الحكومة ومعارضيها يترقبها الشارع المثقل بأزمة مالية حادة أثرت على جميع مفاصله، فعجز الموازنة تبعه تأخر في تسليم الرواتب وبالتالي انعدام السيولة في السوق المحلية، ما يستدعي خلق حلول أخرى إلى حين ارتفاع أسعار النفط أو استعادة الأموال الطائلة من جيوب من سرق خزينة الدولة على مدى 17 عاماً.